نحن بصدد بنائها. هناك ممارسات تعود عليها البعض من قبل، وممارسات هذه لم تعد صالحة في دولة القانون والمؤسسات التي يجري بناؤها الآن. لما تقول لي أن هناك صحفيين، نقرأ في الصحافة هناك صحفيين وهناك سجناء الرأي وكذا، أود بهذه المناسبة أن أذكر بمبدأ أساسي ونختم النقاش حول هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع سيتكرر في كل مرة، لازم نستوعبه مرة للمرة الألف وللأخيرة إن شاء الله، أن هناك تشجيعا كاملا، هذا هو المبدأ، لحرية الصحافة في الجزائر. ما كانش دولة في المنطقة الإفريقية ولا العربية عندها هذا الزخم من وسائل الإعلام، هذا الزخم من القنوات الخاصة، هذا الزخم من المواقع الإلكترونية مثل الجزائر. وكم تشوفوا الناس، خذ الصحافة ما تشوف لي جريدة واحدة، خذ 150 جريدة شوفوا شو يكتبوا يوميا، انتقادات وكذا نتحملها، هذه شيء طبيعي. الديمقراطية تحتاج إلى الصوت الآخر، وتحتاج إلى السلطة المضادة أيضا بمعارضة، وهذه هكذا نسير. إذن هذه يعني حرية الصحافة، يعني يشجعها رئيس الجمهورية بكل ما أوتي من القوة، ومن خلال تشجيع التكوين، ومن خلال تشجيع الاحترافية، ومن خلال فتح أبواب المؤسسات لمصادر للصحفيين، ولكن في حدود، ولازم هذا نتفاهموا عليه، في حدود ثلاث أشياء. حدود القانون، موجود قانون لازم نخدم في إطار القانون، اللي ما عجبوش القانون يروح يغيره من خلال المسار المعهود، يجي انتخابات برلمانية غدوة، يجيب أغلبية برلمانية ويدخل الحكومة ويغير. أما الآن فيه قانون لازم نحترمه، قانون الإعلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وهذا قانون مش جديد، صدر في 2012، يعني عنده تقريبا 8 سنوات. ثانيا احترام الأخلاق، السب هذا يعني في أعراض شكون يقبل به؟ وش يفيد يا سيدي؟ لو كان جاء السب والشتم يفيد في بناء الدولة، نسبوا الكل، عيب يعني، عيب من الشخص نفسه اللي يعتبر نفسه مثقف وراه بوجه للرأي العام يجي يسب ويشتم. أنا كلنا هنا نعتقد أن السب هو سلاح الضعفاء، لما ما يكونش عندك حجة تروح تسب، والسب الناس كل متعود عليه، وكل إناء ينضح بما فيه. والحاجة الثالث أو العامل الثالث، الشرط الثالث، أن هناك يعني احترام الآداب العامة. هذه هي ثلاثة حدود لحرية الصحافة في الجزائر. الآن الناس تكلم عليهم، فيهم خرجوا عن الحدود الثلاثة هذه، إما على حدود مجتمعة أو واحد من الحدود هذه، وبالتالي أصبحوا مواطنين عاديين مشمولين بالقانون العام كسائر المواطنين،